ما اتجوزتش ليه يا اخويا؟ مش حرام العز ده كله يضيع لو جرالك حاجه بعد الشهر يعني؟ انت عايز ايه؟ بس انا عايزك تطمن، ما تشيلش هم. لو جرالك حاجه انا هحافظ لك على البيت. احتمال يعني ارمي شويه حاجات بسيطه، انما كله على بعضه كده مش بطال. عجبني. لاخر مره هكرر سؤالي. انت عايز ايه؟ ده كلام؟ انا اخوك وليا ورث وجاي اخده. بص يالا، لو عايزني اكمل كلام معاك مش عايز اسمع كلمه اخوك دي تاني. انا المره دي هعديلك كل اللي انت عملته ده. المره الجايه لو دخلت هنا من غير استئذان هتخرج في بوكس، ده لو حظك كويس. لا ما تقلقش، لو في مره جايه مش هتبقى هنا، غالبا هتبقى في مكتب لطيف بتاع واحد محامي عشان نخلص الورق بتاع الورث وكده. ده لو حظك كويس يعني، وما خلتنيش اجرجرك في المحاكم. تجرجرني في المحاكم؟ بعد ما افضحك في الجرايد والقنوات الفضائيه. عادي يعني. واضح كده ان انت فاكر ان انا اتربيت في عز ووسط احطام مقفوله عليا، فما شفتش المناظر الواطيه اللي زيك واخاف من الكلمتين الخيبانين دول. محاكم ايه وجرايد ايه يا نصاب انت؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ لا عارف. بكلم واحد عنده حاجات كتير ممكن يخسرها. اسلوب الابتزاز ده ما ينفعش معايا. انت مالكش حاجه عندي. كفايه قوي اللي خدته انت وامك. امك اللي دخلت على البيت وسرقت الراجل من مراته. ورتونا ايام سودة. انت ابني وجودك في الحياه غلطه وابويا دفع ثمنها خلاص. جاي ليه؟ طب شوف انت بتعمل ايه؟ وبتقول عليا انا اللي دجال؟ عايز تقلب الحقيقه؟ عايز تعيش نفسك في دور اللي اتظلم؟ طب يا ريتني يا اخي اتظلمت زيك. على الاقل لما كنت احس باليوت كنت احس بيه وانا عايش في فيلا، قصدي قصر. مش شقه اوضتين ايجار قديم عند خالي. فقرك ده مش مشكلتي، مش مسؤوليتي. فقرك ده بسبب افعال والدتك. ولو كان ليها حق عند ابويا وهي اساسا مالهاش حق، فهي خدته ومضت على كده. بالاكراه. كلام فارغ. ده الكلام الوحيد اللي عقلي يصدقه. انما انتوا بقى الظاهر ان الانكار عندكم عادي. الانكار ده هو الوسيله الوحيده اللي ممكن اتعامل بيها مع واحد زيك. تصدق انا كل يوم بحاول انسي نفسي ان ليا اخ دجال وسوابق، وممكن لو اي حد يعرف حاجه عنه اتفضح وسيرتي تبقى على كل لسان. دي حاجه غريبه جدا. مع ان انا بقى كل يوم بضطر افكر نفسي ان ليا اخ وليا اب اسمه عادل المهدي وليا عنده حق. حق امي واختي. بنته اللي ماتت عشان ما كانش معانا فلوس نعالجها. بسبب امك وظلمها وجبروتها. انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، غرف 60 ده هتاخدك واللي تقدر عليه اعمله. وانا بقى حياتي ضاعت كلها بسببك انت وامك. والله اقدر عليه كتير. فضلت اجهز له واخطط له طول عمري. تصدق بالله؟ انا نفسي تفضل متبت في كل حاجه كده وما تدينيش حقي. عشان اللي اعمله فيك ساعتها احسن بكتير من الفلوس. سلام. يا نصر! تعالى يا نصر. اتفضل يا سليم بيه. الواد الحارس اللي بره ده يمشي، ندي له بقيه حسابه. وبكره اتكلم شركه الامن اللي طلعت قال لك عليها. ولو اللي حصل النهارده ده اتكرر تاني والواد ده لقيته هنا هحملك المسؤوليه، وساعتها اقسم بالله ما همشيكوا بس هحبسك كمان. والله يا سليم بيه انا ماليش دعوه باللي حصل. ايوه طلعت. عايزك تكلم حد في الداخليه. ضروري. اه. في حد كده عايزين نربيه. مساء الخير. اهلا. ازيك يا سالي صح؟ صح. هو انت ليه يا سالي عمرك ما قلتي لي رايك في العروض اللي احنا بنعملها؟ هايلة طبعا. ادهم ده عبقري. اه طبعا. انت شغال معاه من زمان؟ احنا متربيين مع بعض. انتوا قرايب يعني؟ لا انا ابويا الله يرحمه هو اللي مربيه من وقت ما كان عنده 10 سنين، وهو اللي معلمه كل الحاجات اللي بيعملها على المسرح ده. وعلى فكره انا مش مساعد بتاعه، انا ساحر زيه بالظبط. واو. بس هي بتقولي لي علمني اسرار السحر، الحاجات دي ما اقدرش اقولها لحد. ولما انت مش المساعد بتاعه بتعمل ايه بالظبط؟ لا انا بعمله حاجات كتير جدا، يعني انا بحجز له كل مواعيده مثلا، لو عندنا حفلات في كازينو، في مدرسه، في جامعه، وبشترك معاه في التركات اللي بنعملها. اه يعني مساعد بتاعه. اه. الورده دي ليا ولا انت عاوزها تاني للشغل؟ لا محتاجها تاني للشغل. انا قلت كده برضه. استاذ ادهم. ايوه.
معلش في مشكله كده بره وعايزينك فيها. ايه؟ في ضابط بيسال عايز يشوف التصريح بتاعك عشان السكاكين والمعدات والحاجات اللي زي ديت. طب روح انت وانا هحصلك. تمام يا ريس. خير يا باشا؟ في حاجه ولا ايه؟ انت ادم المهدي؟ ايوه انا ادم المهدي. معاك تصريح يا حبيبي بالسكاكين دي؟ معايا. انا ساحر ومعايا تصريح من النقابه ودي عده الشغل. خد لي يا ابني انت اول حاجه دي على البوكس وانت اتفضل معانا لو سمحت. اتفضل. معاك فين؟ على الاسم. طب ما هو التصريح معايا هنا وانا ممكن اوريهولك عادي، مش محتاج اسامي يعني. اتفضل. خلي بالك لو زعلت الراجل الكبير هتشرفنا كتير. افهم وتعلم بقى. اتعلمت. انت عاوز مني ايه؟ انا بعدت عنك. لا يهمني السحر ولا يهمني اي. انا مشارك واحد ضابط كبير. ايه؟ تليفونك عليه رقمه. مشارك ولا لا؟ شريكي. وما تخلينيش اكلمه لانه ممكن يؤذيك. الراجل ده له في المصلحه اللي انت كنت عايزها مني؟ بتسال ليه؟ لو الراجل ده عايزني اشتغل معاك فانا ليا طلب. تؤمر. بس نشوف كرامه ومن غير اي مشاكل. ما تقلقش. لو في مشاكل حصلت مش هتحصل لك انت طول ما انت ملتزم باتفاقك معايا. انما بقى لو فكرت تهور ما تلومش الا نفسك. خرج من شويه. بس لو حابب يعني احنا ممكن نخليهم يتحفظوا عليه. نقول مثلا ان هو سرق حاجه من عندك. لا. المره دي خليها قرصه ودن خفيفه. المره الجايه نشوف له حاجه اكبر من السرقه يروح فيها وما يرجعش. المهم بس انت متاكد من موقفنا القانوني؟ يا سليم عيب. لو عايز تتاكد اكتر انا معايا كل الاوراق اللي تثبت كل الكلام اللي انا قلته لك. ولو عايز تطلع عليه اجيبها لك بنفسي. لا 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 مفيش وقت. النهارده يوم طويل. هستناك في المكتب. سلام. ايه ده؟ لازم تفطر. متأكدة ان انت ما اكلتش ولا حاجة من امبارح. انت غريبة جدا، انت تعبة نفسك ليه؟ ما في ناس جوه تعمل كل حاجة. لا ما واضح ان هما واخدين بالهم منك كويس قوي. ده انا لقيت حاجات في التلاجة صلاحيتها منتهية بقالها 6 شهور. ما هو مش انا بقى اللي كنت بجيب الحاجة دي. كان بابا. الله يرحمه. انا مش قادرة اصدق لحد دلوقتي يا سليم. ولا انا. ربنا يرحمه. بس انت يعني مشغول وفي كذا حاجة ممكن ينسوك شوية. لكن أنا بجد مش قادرة. ما حسيتش بجد باليوتم غير بعد ما عمي عادل مات. أنت عندك مشاكل في الشغل؟ يعني ما عنديش مشاكل في الشغل نفسه. بس صلاح عاوز ياخد نص الشركة ويبيع أرض المنصورية كلها. هتلاقيه بس بيتلكك عشان عايز يرجع لك. ما هو من ساعة ما اتطلقنا يعني كل يومين ألاقيه بينط لي في حتة، مش سايبني في حالي. وانتي ما بتقوليليش الكلام ده ليه؟ يعني مش عاوزه اشغلك، انا هبقى كويسه ما تشغلش بالك. لا طبعا، لازم تقوليلي على كل حاجه عشان اعرف اتصرف. يعني على الاقل ابقى مطمن عليكي. عاوز تطمن عليا بجد؟ يبقى تاخد بالك من نفسك وتبطل سجاير. حاضر. طيب هسيبك بقى عشان تروح الشغل وهروح انا. على فكره ريهام بتشكرك عشان خاطر شادي. ريهام مين؟ ريهام أخت شادي اللي شغلته عندك. هاكل عشان خاطرك. اوكي باي. باي. شادي. هتفتح النهارده ولا ايه؟ لا فتح مين علي ما ينفعش. عزة بقى استنى حتى يومين اتنين يتهدى والقناة كده. مش انت بتضحك؟ يا حبيبي اكيد عارفة ان انت معجب بيها. واكيد هي محددة ومن فترة هتستجيب لإعجابك ده ازاي؟ ده بقى معنى ايه؟ معناه ان لو هترفض فده قرار هي قررته خلاص. ولما تفضل تأجل انت ما بتعملش حاجه ان انت بتضيع في وقتك وبتحاول تهرب من وضع انت مش مستعد له. شادي يا حبيبي لسه انا مستعد وجاهز لكل الاحتمالات. يلا احنا اهو بعد دقيقه. تمام احنا نعمل التقديمه وناخد التقرير الاول وبعدين نتكلم مع دكتور حماد مش كده؟ تمام ماشي. يلا كاميرا 2 خليك مع شاهين. يلا يا جماعه 3 2 1. مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم كلمه حق. بيسعدنا النهارده يكون معانا ضيف مهم جدا. دينا اللي انا بطلبه منك في حدود صلاحياتك وانت رئيسه القناه، في الحقيقه يعني لو انت ما عملتيش كده تبقي بتعرضي القناه لمشكله.
ازاي اقول لهم يلغوا حلقه بتذاع الهوا؟ دكتور حماد طالع معايا النهارده بالليل. حضرتك النهارده هتستضيفي رئيس الوزراء، وممكن جدا انه يعتذر لانه مش عارف هو ظروفه هتبقى ايه. عشان كده المعادين اللي معايا كلموا دكتور حماد وقالوا له عايزينك معانا النهارده كباك اب. وهو ليه ما قال لهمش انه طالع مع شاهين ده النهارده الصبح؟ اهو يا حبيبتي اهو قدامك، روحي اساليه. انا كل اللي يهمني ان انا ما اقدمش حلقه محروقه. ولما رئيس الوزراء يجي ويحضر معاكم الحلقه هنبقى خسرنا موضوع مهم، وضيف زي ده عمره ما هيرضى يطلع معانا تاني. سيبك من الموضوع ده، انا اعرف اقنعه باي حاجه. المهم دلوقتي نحل المشكله اللي احنا فيها. ومنظرنا هيبقى ايه لما المذيعه تطلع وتقول انه معانا والناس تلاقيه مشي؟ حبيبتي ما حدش بيتفرج على البرنامج ده، ما تقلقيش. ولما هو ما حدش بيتفرج على البرنامج ده تبقى ايه مشكلتك؟ عشان لما هيشوفوه معايا بعد كده ويعرفوا انه طلع مع واحده تانية في نفس اليوم وفي نفس القناه تبقى مشكله. استغفر الله العظيم، احنا دافعين له فلوس 2500 جنيه هدفعهم انا، ولما يجي يطلع معايا هيطلع ببلاش. ماشي، اعملي لها اللي هي عايزاه. ودينا انا مش عايز مشاكل من النوع ده تتعرض عليا تاني. تصرفي انت، دي شغلتك. التقرير اللي جاي هيوضح لنا اكتر حجم المشكله. الو، ما اكتفاش بكده. لما مشروعه تم تجاهله رفع قضيه على رئيس الوزراء. على ازاي يعني؟